قصتنا قصة هالشاب اللي اسمه أحمد، حط على روحه درس تخرج رفع راس أبوه. أبوه قال له يا ولدي الحين اسمعني، أنت لازم تشتغل وتشيل الهم عني. أي 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 قاموا واحسدوا، كل ما قدم على وظيفة رفضوا. لكن احمد قرر قال بروح الشركات، قالوا له بس عندك هالدراسة وهالشهادة، ما عندك خبرة 10 أو حتى 5 سنوات، يا حبيبي ترى هذه الدنيا تمشي بالوسطات. اي 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 يا محبطو، كل ما قدم على وظيفة رفضوا. لكن احمد ما ايس من هالعقبات، قال ما دام انا عاطل راح اصير من رجال الاستثمارات. سمع عن شركة اسمها خدوهات، تاخذ البيزة وتخليها بيزات، فاخذ من امه ومن ابوه ومن اخوانه، حتى اهل الفريج ما نساهم، وخذ منهم الوفات وقام عطاها حق شركة خدوهات. لكن هالشركة طلعت شركة وهمية. وقص على احمد بسبة حسن النية، واحمد قام يدور على الناس اللي سرقوه، والناس اللي خدم منهم قاموا وراحوا وطلبوا. اي 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 شي سوي احمدو، علشان يسدد قام باع بيت ابوه، والبزات ما كفت والشرطة يولو، في النهاية احمد في السجن قطفو. مسكين احمدو.